أسعد الله مساكم متابعي منبر قبيلة السهول، حياكم الله. اليوم حنا متواجدين في ضيافة رجل الأعمال عبد الله بن فالح بن مشعان في منزله في العيينة في الرياض، وذلك بمناسبة حضور بعض من القادة والشخصيات المهمة. ترقبوا التغطية. يتواجد بجانبي الآن معزب هذه الليلة رجل الأعمال عبد الله بن فالح بن مشعان. مساك الله بالخير أبو فالح. مرحبا والله، ما شاء الله، يمسيك بالنور. كيف حال الله فيك؟ الله يبقيك ويطول عمرك. شاشات مبارك. الله يبارك في حياتك ويطول عمرك. الله يبقيك ويطول عمرك ومبرك الليلات. الله يطول عمرك. مرحبا والله. الله يبقيك. في البداية طال عمرك نشكر لك هذا المحفل الكبير اللي أنت مسويه. علومك غانمة، وأنت من الناس اللي سباقين في العلم الغانم، وعلومك طيبة وتذكر في مجالس الأجناب قبل مجالسنا حنا. هذا واجب علي بنعم، والقبيلة والحواترانة واجب علينا هذا مرة، وعلى اللحية الغانمة اللي فيه خير. بيض الله وجهك. ولا هي والله. وش حاب تضيف طال عمرك وتقول؟ والله يا أخوك، والله أنها أبرك الليلات، إنها الليلة ذي ربعنا وجماعتنا ومترقين من المدني ومن العسكري. والله أنا من أبرك الساعات الليلة، وبنعمنا ما لنا طيب فيهم. بيض الله وجهك. بيض الله. مرحبا والله ومسهلا. يلا حي. أبيض وجه الله ولا نتوبل ولا الله يطول عمرك. شلون صار هذا؟ لا اليوم لحمينهم زينينه، ما راح يظهر اليوم. اليوم لحمينهم زينينه معي. لا اليوم ما في طلعة، بكرة الساعة 8 تزين الأمور ويظهر عرب الساعة 8 الصباح. هلا وسهلا بالشوف.
شغلها دبل. اي والله اي قوله يستثمرها صح يعني يستثمرها. اي لازم يستثمرها صح صح يعني فيها رشاشه موجوده ورافع بنفس اليوم كان عشرة مجاهد هذا 20 ساعة كل واحد خلاص طيب عدل 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 هي اقدر اقابله عادي ما في مشكله اي عادي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة المناسبة هذه لوني بعد مقدمة يمكن بتدور السنة ما وفيت لي في صدري تجاه قياداتنا اللي نحتفلين اليوم بهم وشرفينا بهالمكان اللي يشرفنا ومقر للحوات الغانمة محل أخوي رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن فالح بن مشعان الزقاعين السهلي الله يبيض وجهه على ذا المقام الطيب، واللي جمعنا بالحوات الغانمة الحقيقة من ربعنا السهول ومن القبائل الثانية الله يبيض وجيهم اللي شرفونا ونومسونا بحضورهم وتلبيتهم الدعوة
لان محل ابن مشعان نعتبره محل الجميع، وحنا نعتبر معازيب من طيب اهل المحل. فاليوم الاحتفال هذا مقام على شرف سعاده اللواء الركن سعد بن سلطان الصليبيخ البرازي السهلي، وايضا سعاده اللواء الركن عبد الله بن فهد بن حمار. مرحبا ومسهلا بالجميع، والله يحييكم وبرك الساعات اللي الحقيقه تشرفنا بكل من واجهنا والتقينا به. فالحقيقه ابن مشعان عنده كلمه، حمود بن فالح بن مشعان، ويتفضل ابو ماجد. هلا، مرحبا بالجميع، يا مرحبا، الله يحييكم من يوم مشيتوا لين جيتوا، والمحل انور وزاد بوجودكم، وهذه الساعه المباركه اللي جمعتكم، وانتم الحقيقه تباركتوا علينا بجمعه هالربع اللي كل منهم لحق وجمعناهم في حق واحد، والله يحيي الجميع، ومرحبا ومسهلا بالجميع، الله يحييكم، الله يحييكم. سبات لابد ان الشعر يكون حاضر في من يستاهله. اليوم يشاركنا الشاعر الكبير عبد فراج بن شايع بن فراج آل محلف، الله يحييه. ونعم ونعم. الرحمن الرحيم. يا مرحبا يا اهل ارتب والقيادات، كل بلجن قامت تلامع نجومه، ضباطنا اللي ينطحون المهمات، نطاحت الواجب اللي جا لزومه. كفو كفو كفو. ضباطنا اللي ينطحون المهمات، نطاحت الواجب اللي جا لزومه، اللي لهم في خدمة الشعب وقفات، بظل الزعيم اللي تهابه خصومه، سلمان سلمان السعد والبطولات، درع البلاد وظلها عن سمومه. يا مرحبا يا لابتي والتحيات، تضفي على الحضار وابن العمومة، عند الكريم اللي يشيل الثقيلات، المشعان رجل المروات، اللي تجيكم بالمجالس علومة، مشرع بابه على كل الأوقات، مهيب مرة كل يوم بيومه، تلقى الشحم والهيل وسطول خلفات، ومعزب للضيف هذه سلومه، تمت بذكر الله رب السماوات اللي فرض خمس الفرائض وصومه. شايع بن فراج اسهد. صح لسانك. القيادات اللي يشرفون الحقيقه كقبيله، ويشرفون ايضا وطنهم وقيادتهم، الله يطول اعمارهم وعقبال ان شاء الله المناصب العليا والرتب العليا باذن الله. ايضا في هالاحتفال يشاركنا الشاعر سعد بن فيصل الفايز السهلي. جميع ابو فالح جعله حياء، كل ليل عنده كرامه، كل عنده ضيفان، وضيفان هلاله بني عم المحتفى بهم ويستاهلون القصيد، ولكن اعتذر اني انا ما دريت عن البرنامج فيه قصيد، ولكن فيه قصيده خاصه في عبد الله من اول قد قلتها، اتوقع انه كان ما سمعها، لكن يقول عبد الله هما في الشتاء ولا في الصيف، لاجل الكرم راسك عصبت العمامه، في كل ليل ضيوف بيتك مراديف، وفي كل ليل مسويين لك كرامه، جيلك غني يلي تكب المصاريف، لاجل المراجل ما اشتهيت الرخامه، المرجله ما هي بضحك وسواليف، تبي لها راس تشوف اهتمامه، وعطيت يا ابو فالح عطيتها يا ابو فالح تكاليف، وخليتها في نصب عينك علامه، لبستها وشح الولاء منك تشريف، وجسمك على جعلك على طيب النبوة والكرامة. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك ابو فيصل، وبيض الله وجهك، ويستاهل معزبنا عبد الله بن فالح بن مشعان. طبعا لا يسعنا جميعا في ظل ما ننعم به من الرخاء والاستقرار الا ان نحمد الله عز وجل ان سخر لنا هذه القيادة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وايضا سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمير الشباب، وأيضا عراب هذه الرؤية. نسأل الله أيضا أن يديم أمن وأمان واستقرار هذه البلاد، وأن يحفظها من كل مكروه. طبعا الحقيقة هناك بطاقات شكر، بما أن في ضيافة بن مشعان ومحلنا اللي نعتبر محل الجميع اللي هو سعد بن صغير المنجلي، الله يبيض وجهه ويطول عمره، الحقيقة أنه ركن من القبيلة ومنصى وملفى ومواقفة مشرفة،
فالرجل هذا الحقيقة حقه علينا ان احنا نشيده في محفل يشرفنا وينومسنا. فابو الوليد يقول بيض الله وجهك وجمل الله حالك على مواقفك المشرفة. من معنى المنجلي الله يبيض وجهه أخ اللواء حمود بن سعد، وين عبد الله؟ عبد الله الله يبيض وجهك ويطول عمرك، الهقوة فيك كبيرة، جيناك قبل تقريبا شهر وعيننا، مو مطلوبنا وبس، فوق مطلوبنا وفوق الهقوة، الله يبيض وجهك ويطول عمرك. أنا الطيب الحقيقة أنا حق علي أني أثني عليه وأشيد بعليه حتى لو أني ما أقدر أني أرد جميلة، لكن أقول بيض الله وجهك وجمل الله حالك والله يكثر من أمثالك، لأنك من بني عمي اللي أنا أتشرف وتنومس أني أثني عليه وأشيد به، لكن الله يبيض وجهك أنت وابن صغير وكل طيب ولحية الغانمة يشرف بني عمه ولا نصوه لقوه، بيض الله وجيكم والله يبيض وجه المشعان اللي يجمعون الحقيقة بالحوات الغانمة كل أبوهم، أيضا قياداتنا العسكرية منها صنداح بن حمود الله يبيض وجهه، سعادة اللواء أيضا سعادة اللواء سلطان بن مشنان القباني الله يطول عمارهم، هذول من الحوات الغانمة اللي حقيقة نفخر ونسعد أن نلتقي بهم اليوم، وكل طيب ولحية الغانمة شرفنا أيضا سعادة. أنا والله إن أنا يا ابن مارقة ما أعتبر إلا مضيف مع السول كله. ومن طيبك ومحلك الضيفان حمران عيون وقادات ومشرفين الوطن، ولو ما هم مشرفين الوطن ما لقوا بالمكرمة الملكية في ترقيتهم، وهم بيضان ويجي أخلصوا الأمانة وحملوا على معاتبهم من أمانة وعمل وحظوا بالمكرمة الملكية اللي كل يتمناها، ما حد يصل لمرتبة هذه إلا هو كفو في عمله وفي وطنه وفي أمانته، ولا كل يوصل لدونها في معوض. بيض الله وجيكم وجهك سعادة الألوية ومن حضر والله يخلف على أسرتها المشعان. وأنا يا ابن مار قال حضرت قال ماني من ياتي ولا يدرابة، والله كفو 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 غير لا نجي نجمل معازيبنا مع المشعان. هذا والله انها خولي ما يحتاج وانها خولنا، انتم ما تعرفون الحوات الغانمة والله ان احب الجيد وهي الله يرضى عنك طال عمرك، وانا والله مقبولين احنا بصنداح الله يرضى عنك والله ما يجي عندي مناسبة الا هو يسمع لنا في فرصة الله يغنيك والله الذي لا اله الا هو اقول كنهم دخلوا محل بجعل تسامى والله يا كلامك هذه كفي يا ابن مالك ولا لي بعزم ترى له يقولها لو ما قال ما لي ضيف من عرض علي الاشواق انا الضيف من حلف علي لكن الواقع عملهم على الرجاجيل حلف على الرجاجيل قال ابدانا وحلف علينا وبها اقرام وبها ما هي قالطين عليها الشاهد رب العزة والله قادرك فرصة والله وجه توهل الفرق. والله ما اعتبرك واحد من المشعان الله يبارك فيك.